امشوا يلا قدامي، يلا امشوا لك، واقفوا لك، واقف واقف واقف. كنت منتظر بكر هون بالضبط. ومرتي معه، كان معه ورد. بس انت اجيت شو عملت؟ قتلتهم بحضني. هلا وقف لشوف، بدي اقتلك بحضن جنان. كرمال الله سامحها لها، هي ما دخل بنوب، انا اللي قتلتهم. ابني بكر كمان ما كان دخل. وانت كمان رح تموت بدون ما تشوف اولادك. رح اقتلك بايدي هدول يا واطي. تعال هون، تعال. لا تعمل هيك زيدان، بوس ايدك لا تقتلنا، تركنا نروح. ليك مو انت اللي قلت انه الله بعتك لتنقذنا؟ يلا اترك هذا السلاح. لا تحكي اكثر من هيك وليك، لا تحكي. زيدان انت شيخنا؟ انت عشت شعور الندم لمرات كتيرة، ما هيك يا زيدان؟ لما بتشوف مشاعر غيرك من الناس ولما بيشتركوا معك بنفس الشعور بتتوقع انهم ما حسوا فيك؟ لازم تعرف تسامح لحتى تعرف قيمة التسامح. والتسامح يا ابني عملة صعبة بهذا الوقت، كمان الله فوق كل شي بهالدنيا، وكرمال هيك نحن منطلب السماح منه هو وبس. ما تنسى الله هو اللي بيسامح وبيحب اللي بيسامح. لا تعمل لزيدان، كرمال الله لا تقتلنا، تركنا نروح. انت كنت عم تقول انه الله بعتك لتنقذنا، يلا اترك هذا السلاح. سامحني يا رب. يا ربي شو عم بعمل؟ لحد اليوم دورت باب باب وطلبت السماح من كل هاي الناس، خليتهم يسامحوني، وهنن كمان ماتوا ولادهم وانحرق قلبهم كمان. هنن سامحوني بس أنا ما قدرت سامحكم. سامحني كابتن زيدان، أنا بكيت كتير، اتنيناتهم ما راحوا من بالي. سامحني الله يخليك، كرمال الله سامحني. أنا سامحتك، الله يسامحك كمان. الله يخلينا ياك يا كابتن زيدان، الله يحقق آمالك إن شاء الله. يلا نشوف، خلينا نمشي بقى. طبعاً منمشي، والله صورة أهلي ما عم تروح من بالي. يلا نمشي، يلا خلوني أخذكم للمنطقة بسرعة، يلا بسرعة، عجلوا شوي، عجلوا.